الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل إن شاء الله، بقي علينا قرابة 100 قاعدة، لعلنا نكملها بإذن الله ونأخذ من هذا المتن ما تيسر. تفضل. 100 كم وصلنا؟ أي قاعدة؟ 53. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. القاعده 53: اذا تعارض مصلحتان دعي اعلاهما بالتفويت ادناهما. نعم، شرحنا. القاعده 54: اذا تعارض مصلحتان روعي شهدهما بارتكاب خفهما. وذلك لان الواجب على الانسان ان يترك المفاسد كلها، ولا يجوز له أن يقدم على شيء من المفاسد هو قادر على تركه، ولكن أحياناً تعرض للإنسان حالة لا بد أن يرتكب فيها أحد المفسدتين، فإن ارتكب الكبرى فاتته الصغرى أو نجا من الصغرى، وإن ارتكب الصغرى نجا من الكبرى، فأي المفسدتين ترجح الشريعة؟ الجواب تقول: حاول أن تدفع المفسدة الكبرى ما استطعت، حتى وإن أدت مدافعتها إلى ارتكاب المفسدة الصغرى. فمتى ما تعرض مفسدتان رعي أشدهما بارتكاب أخفهما. وذلك لأن الشريعة إما أن تدرأ الشر كله، وإما أن تدرأ أغلبه. إما أن تدرأ الشر كله، وإما أن تدرأ أغلبه. ولذلك فإذا أصابت اليد غرغرينا أو القدم أصابتها غرغرينا، فإن الشريعة تجيز لك أن تقطع هذا العضو المتآكل إذا لم يكن ثمة علاج له إلا القطع، مع أن قطع شيء من أعضاء الإنسان محرم شرعا وفيه مفسدة عظيمة، ولكننا نرتكب هذه المفسدة الصغرى من أجل دفع مفسدة كبرى وهي عطب الجسد وهلاكه كله. وعلى ذلك شرعت الشريعة الجهاد، مع أن الجهاد فيه شيء من المفسدة، ففيه تلف الأموال، وفيه تلف النفس، وفيه ترمل النساء، وفيه يتم الأولاد إذا مات المجاهد، فوراءه امرأة سوف تترمل، ووراءه أولاد سوف ييتمون، ومع ذلك هذه مفسدة، لكن الشريعة تحملت هذه المفسدة واعتبرتها مفسدة صغرى لقاء مفسدة مدافعة المشركين وإعلاء كلمة الله عز وجل في الأرض. وترك سب آلهة المشركين مفسدة، لكن سب المشركين لله مفسدة أعظم. فاتركوا أيها المؤمنون المفسدة الصغرى التي هي سب، ترك سب آلهتهم، من أجل أن تدفعوا بذلك المفسدة الكبرى وهي سب إلهنا. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كله مفرع على هذه القاعدة. فأنت تريد أن تنكر المنكر لتزيل مفسدة، فإذا ترتب على إنكارك لهذه المفسدة مفسدة أعظم منها، فمن الحكمة والعقل بل ومن الشرع بل ومن الواجب شرعا أن تترك الإنكار. يحرم عليك أن تنكر هذه المفسدة، لأنك تعلم أو يغلب على ظنك أنك متى ما أنكرت هذه المفسدة وقعت في إيش؟ مفسدة أعظم. وعلى ذلك حرم أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى مسألة الخروج على ولي الأمر. وأنا أؤكد على هذا دائما، وأسأل الله أن يجعل تأكيدي خالصا لوجه الكريم، لا أقصد به مالا ولا جاها، وهي أننا وإن رضينا بحكم هذا الحاكم مثلا وإن كان فيه شيء من المفسدة، إلا أنها مفسدة مقصورة عليه، لكن الخروج عليه يوجب ماذا؟ مفسدة أعظم، وهي هلاك الدولة أو هلاك الأمن أو هلاك الشعب. وأنتم تنظرون بنظرة بسيطة إلى الدول المجاورة التي رضيت بالخروج على حكامها، ما رجعت أحوالها أفضل مما كانت، وهذا معلوم. بل لا يعلم من قوم خرجوا على حكامهم ورجعت أحوالهم خيرا مما يريدون. فإذا هذه المسائل قررها العلماء، مع أن فيها مفاسد وارتكاب مفاسد، إلا أنه محتمل المفاسد الصغرى من أجل دفع المفاسد الكبرى. النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل أن يسكت عن شيء علمه مما يتعلق بلا إله إلا الله، مع أن كتم العلم مفسدة، لكنه أمره بأن لا يبشر الناس حتى لا يقع الناس في مفسدة أعظم، وهي ترك العمل والاتكال على لا إله إلا الله.
لأنها ستدخلهم الجنة فيتركون التنافس في العمل، وهذه مفسدة أعظم. أبو هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من العلم، أما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. مع أنه كتم شيئا من العلم سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتم العلم فيه مفسدة، ولكنه استكفى بتلك المفسدة الصغرى، أو استدفع بتلك المفسدة الصغرى مفسدة عظمى. وهذه القاعدة ليست علما بل فقه علم، بل من فقه العلم. نعم. القاعدة 55: إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم المرجع منهما. نعم، وهذا القول هو القول الصحيح. فقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح مطلقا خطأ، وقاعدة جلب المصالح مقدم على درء المفاسد مطلقا خطأ. فإذا تعارضت مصلحة ومفسدة فرجح الأغلب منهما، فإن تعارضت مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة أكبر من المفسدة فهنا تأتينا قاعدة جلب المصالح مقدم على دفع المفاسد، ومثالها الجهاد، أنه وإن كان فيه مفسدة إلا أنها تبقى مفسدة صغرى بجانب المصلحة الكبرى التي تجنيها الأمة من الجهاد. فالجهاد صورة صريحة صحيحة لتعارض المفسدة الصغرى مع المصلحة الكبرى، فقدمت الشريعة جلب المصلحة الراجحة على دفع المفسدة المرجوحة. وأما إذا كانت المفسدة أرجح من المصلحة فتأتينا قاعدة إيش يا جماعة؟ درء المفاسد الراجحة مقدم على جلب المصالح المرجوحة. فإذا لا نطلق إحدى القاعدتين، وإنما لا بد من التقييد. فإذا إذا تعارضت المصالح والمفاسد فأيهما نقدم؟ نقول نقدم الأرجح منهما. فإن رجحت المصالح على المفاسد فجلب المصالح مقدم على درء المفاسد، وإن غلبت المفاسد على المصالح فدرء المفاسد مقدم على جلب ماذا؟ المصالح. حجاب المرأة أوليس فيه ثقل عليها؟ مع أن التعبد لكن فيه نوع ثقل. بعض النساء ربما تكون مريضة بالصدر، ربما يكتمها حجابها، ربما تكون في مكان حار تحتاج إلى شيء من التهوية، يعني فيه شيء من المفسدة، لكنها تبقى مفسدة صغرى مقابل ماذا؟ مقابل المصلحة الكبرى من هذا الحجاب، مقابل المصلحة الكبرى من هذا الحجاب. فلم تنظر الشريعة إلى تلك المفاسد الصغيرة منه، فأمرت به مع أن فيه مفسدة، إلا أن هذه المفسدة تقابلها مصلحة عظمى. فالصواب في تعارض المصالح والمفاسد هو ما ذكرت لك، أنه إذا تعارضت مصلحة ومفسدة رجح الأغلب منهما، رجح الأغلب منهما، والله أعلم. نعم. إيش؟ إيه؟ قال: وإن تساوت. أنا تركتها قصدا، وإنني أتحدى من الآن إلى أن تقوم الساعة أن يأتيني رجل بفرع قد تساوت مصالحه ومفاسده. ما في الشريعة شيء اسمه التساوى، لم يخلق الله عز وجل شيئا تتساوى مصالحه ومفاسده. لا بد مع تعارض المصالح لا بد من مرجح، لكن كونك أنت لا تهتدي للمرجح وترى أنها متساوية فهذا اجتهادك أنت، لكن غيرك غير أنها متفاوتة. ولذلك أبا ابن تيمية وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجمع كبير من أهل العلم ادعاء أن هناك مصالح ومفاسد متساوية، ولذلك لعدم وجودها في أرض الواقع لا نطيل الوقت في تفصيله. فإذا عندنا الآن مصالح، قواعد المصالح أربعة. الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، هذه واحدة. إذا تعارض مصلحتان روعي أعلاهما بتفويت أدناهما. الثالثة: إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما. الرابعة: إذا تعارضت مصلحة ومفسدة إيش نقول؟ رجح أو قدم الأغلب منهما. القاعدة 56: لا تكليف إلا بعلم وذكر واختيار. نعم، بدأ المصنف عندكم في قواعد التكليف، والمقصود بالتكليف أي إلزام مقتضى الشرع، مقتضى الشرع كالتكليف بالصلاة وغيرها. هذا التكليف له شروط وله موانع،
فلا يثبت التكليف في ذمة أحد إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. وهذه القاعدة المذكورة فيها جمل من شروطه فقط وليست كلها. فقال لا تكليف إلا بعلم، فمن شرط التكليف حتى يثبت في ذمتك وتطالب به أن تكون عالما به. وبناء على اشتراط العلم أيها الإخوان، فمن كان جاهلا جهلا يعجز عن رفعه فإنه غير مكلف. والقاعدة في العذر بالجهل تقول كل جهل معجوز عن رفعه فعذر، كل جهل معجوز عن رفعه فعذر. وأما الجهل الذي يستطيع الإنسان أن يرفعه متى شاء ولكن هو الذي قصر وهو الذي أهمل، بينما العلماء متوافرون في بلاده وطرق التواصل بينه وبين العلماء منفتحة، ولكن هو ما أراد أن يسأل، فنقول بكيفك أنت، لكن جهلك ليس بعذر لأنك قادر على رفعه ولست عاجزا عنه. فالجهل الذي يعتبر عذرا والذي يقول فيه العلماء ومثله يجهل، إذا قالوا ومثله يجهل يقصدون أنه جهل معذور، عفوا معجوز عن رفعه. ولذلك قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس من وسع النفس أن تكلف بما لم تعلمه. وقد كانت حملة رضي الله تعالى عنها وهي تستحاض كانت تظن أن الاستحاضة كالحيض في أحكامه، فكانت تترك الصلاة الواجبة والصوم الواجب، فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم دلها على الوجهة الصحيحة، لكن السؤال هل أمرها بقضاء ما فاتت ما فوتت؟ الجواب لا. لما عذرها؟ لأنها كانت جاهلة لا تدري عن الحكم الشرعي. ولما أكل عدي بن حاتم رضي الله عنه وقد تبين له الصبح ظنا منه أن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، هما عقالان حسيان، ولم يكن يظن أنها ظلمة الليل ونور الصبح، أكل وهو في نهار رمضان. هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم لما دله وأخبره بوجهة الحكم الصحيحة أن يقضي هذا اليوم؟ الجواب لا. لما تيمم عمار وتمعك في الصعيد كما تتمعك الدابة ظنا منه أن الاغتسال يوجب تعميم البدن بالماء، فكذلك التيمم يوجب تعميم التراب على البدن، هل هذه صفة التيمم الصحيحة؟ إذن هو صلى بلا طهارة ومع ذلك بقي أياما على هذه الحال. فلما جاء وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بوجهة الحكم الصحيحة لم يأمره بقضاء تلك الصلوات، مع أن معه صاحب في سفرته وهو من؟ عمر. عمر كان يرى رضي الله عنه أن التيمم أصلا ما ينفع في الجنابة، فبقي أياما لا يصلي، ومع علم النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله عمر وما فعله عمار لم يأمر أحدا بقضاء ما فاته لأنه عذرهم بجهلهم، إذ لا تكليف إلا بعلم، لا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. والأدلة على ذلك كثيرة. قال لا تكليف إلا بعلم وإيش؟ وذكر. وضد الذكر النسيان. وبناء على ذلك فإذا ترك الإنسان شيئا من المأمورات وهو ناس فهو غير مؤاخذ على هذا الترك، لكن لا بد من القضاء، فنسيانه لا يرفع عنه المأمور وإنما يرفع عنه المؤاخذة في الترك. وإذا ارتكب شيئا من المحظورات ناسيا فإن الله يرفع عنه الإعادة والإثم، فالنسيان يرفع الإعادة والإثم في باب التروك ويرفع المؤاخذة والإثم فقط في باب المأمورات. وستأتينا قاعدة أن الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان، وفي باب التروك تسقط بهما إن شاء الله إن لم أكن واهما. ودليل ذلك قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا الآية بتمامها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والحديث حسن لغيره. ويقول صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صيامه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولذلك فالقول الصحيح أن مفسدات الصوم لا تؤثر إلا بذكر وعلم وإرادة، ومحظورات الحج لا تؤثر إلا بذكر وعلم وإرادة. فإذا حلق الإنسان رأسه في الحج ناسيا إحرامه فلا كفارة عليه، وإذا قلم أظفاره ناسيا إحرامه فلا كفارة عليه، وإذا أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا فلا إعادة عليه، وإذا تكلم في الصلاة جاهلا الحكم
فلا مؤاخذة ولا إعادة عليه، لحديث معاوية وغيره. فهذه قاعدة جميلة جدا. ثم قال: لا تكليف إلا بعلم وذكر وإيش؟ وإرادة. وضد الإرادة الإكراه، وبناء على اشتراط الإرادة. فإذا أكره الإنسان، أكره الإنسان على فعل شيء من المحرمات أو على ترك شيء من المأمورات، فالله لا يؤاخذه، لقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أجاز الله النطق اللساني لا القلبي بكلمة الكفر اطمئنان القلب بالإيمان، فلا أن يجوز ارتكاب غيرها من المحرمات مما هو أدنى منها إكراها من باب أولى. فهذا من تخفيف الشريعة علينا. فإذا إذا أردنا أن نرتب حكما تكليفيا على شخص، فلا بد أن ننظر أولا هل هو عالم به أو لا. فإن كان عالما كلفناه، وإن كان جاهلا ومثله يجهل رفعنا عنه التكليف. ثم هل هو ذاكر أو لا؟ فإن كان ذاكرا وقع عليه التكليف، وإن كان ناسيا فلا تكليف عليه. هل هو مريد أو لا؟ فإن كان مريدا وقع عليه التكليف، وإن كان مكرها على هذا الفعل فلا تكليف عليه. هذه القواعد جميلة جدا. ولذلك قال: لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة. احفظوا هذه الشروط الثلاثة: الذكر، العلم، الإرادة. الذكر، العلم، الإرادة. نعم. لو حتى لو أكره باعتدال على غيره كزنا، إلا هذه تفاصيل تركها. القاعدة الثامنة والخمسون: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. وهذا الذي ندين الله عز وجل به. فإذا دخل وقت الصلاة طولب من في الأرض من المكلفين بالصلاة، مسلمهم وكافرهم. وإذا دخل وقت رمضان طولب كل المكلفين في الأرض، مسلمهم وكافرهم، إنسهم وجنهم، بالصوم. وإذا جاء وقت الحج كلف من لم يحج، مسلما كان أو كافرا، بالحج. فلا يظنن أن الكافر بكفره ارتفعت عنه التكاليف، لا، هو مطالب بالحج، ومطالب بشروط صحته والتي منها الإسلام، ومطالب بالصلاة ومطالب بشروط صحتها والتي منها الإسلام. وإذا كان عنده مال هو مطالب بأداء زكاة ماله، لكن مطالب أيضا قبل الزكاة بتحقيق شروطها التي هي الإسلام. ولذلك فالقول الصحيح والله أعلم أن الإسلام شرط صحة لا شرط وجوب، بمعنى أنه لا يتعلق أو أضرب لكم مثالا حتى يتضح لكم الأمر الذي أريد إثباته. لا، انتبهوا لي وضعوا الأقلام لو تكرمتم. وهي أن الإنسان إذا كانت عليه جنابة، انتبهوا، عليه جنابة ودخل عليه وقت الصلاة، هل وجود وصف الجنابة يمنع من انعقاد وجوب الصلاة في ذمته، ولا الصلاة تجب عليه حتى ولو كان جنوب؟ طيب، إذن تجب عليه الصلاة ومع ذلك مأمور بالطهارة. فإذا وجود وصف الجنابة لم يمنع من وجود الوجوب. فارفع الجنابة وحط الكفر، فوجود الكفر لا يمنع من ثبوت الوجوب في الذمة، لكن يمنع من صحة التعبد. فإذا الكفر شرط، عفوا استغفر الله، الإسلام شرط ماذا؟ شرط صحة وليس شرط وجوب في الذمة. فالعبادات تجب في الذمة حتى ولو على الكافر، لكن ما يقبلها الله منه إلا بماذا؟ إلا بالإسلام. ودليل ذلك قول الله عز وجل: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. والزكاة من فروع الشريعة، مع أن بعض أهل العلم فسروا الزكاة بأنها الزكاة المعنوية وهي الإسلام، ومنهم من فسرها بالزكاة المالية الحسية، فهما تفسيران للفظة لا تنافي بينهما. والقاعدة في التفسير تقول إذا فسر اللفظ بتفسيرين لا تنافي بينهما حمل عليهم. الذين لا يؤتون الزكاة الحسية والمعنوية. وأوضح من هذا قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فإذن هم كانوا مطالبين بالصلاة. لو كانوا غير مطالبين في الدنيا بالصلاة فكيف يعذبهم الله يوم القيامة على الصلاة وهم لم يطالبوا بها؟ ولم نكن نطعم المسكين، على الزكاة نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائض، نطلق ألسنتنا في الكذب والسب والشتم والغيبة والنميم، فهذه من فروع الشريعة. وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هم كفروا بالتكذيب، ولكن يزاد في عذابهم على ترك الفروع. فإذا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ويوم القيامة يعذبون على الكفر أصالة، ويضاعف عليهم الغرم والتعذيب بسبب تركهم لهذه الفروع. فإذا القول الصحيح أن الإسلام شرط صحة لا شرط وجوب. نعم.
وقد أجمع العلماء على أن الكافر إذا أسلم فإن جميع ما فوته من الصلوات الواجبة عليه والزكوات الواجبة عليه وغيرها من المأمورات أو وقوعه في المحظورات كله يغفره الله له من باب ترغيبه في الإسلام، لقول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص: وأن الإسلام يهدم ما كان قبله. نعم. قاعدة 59: الإسلام شرط صحة لا وجوب. انتهينا منها. الإسلام شرط صحة لا وجوب. أنا والله بعيد العهد بهذه الخلاصة، فأذكر قواعد في ضمن قواعد ما أذكر أني ذاكرها، فكويس تخفف عنها شوي. القاعدة المفية بالستين: العقل شرط لوجوب الأشياء الشرعية وصحتها. ما في شك، وهذا بإجماع العلماء، فقد أجمع العلماء على أن مناط التكليف الأعظم هو العقل. العقل هو مناط التكليف الأعظم، فمتى ما ثبت العقل ثبت التكليف، ومتى ما انتفى العقل انتفى التكليف. والدليل على ذلك أثري ونظري، وانتبهوا لي. أما الدليل الأثري فالحديث الذي يحفظه الصغار قبل الكبار: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم، وعن النائم حتى وعن المجنون حتى يعقل. وقد أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وإسناده صحيح لغيره. وقد أجمع علماء الإسلام على أن المجنون لا تصح منه عبادة ولا معاملة ولا قول ولا عقد ولا فسخ. حكى هذا الإجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع كثير من أهل العلم. هذا الدليل الأثري. وأما النظري فلأن مقصود التعبد الأعظم في حق المجنون فائت، لأن الله لا يريد الصلاة لذات الصلاة فقط، لا، بل يريد الصلاة مستشعرا امتثال أمره في الصلاة، ولا يريد الزكاة فقط، بل يريد الزكاة مستشعرا امتثال أمر الله في أداء الزكاة. وهل هذا الاستشعار يتصور من المجنون؟ الجواب لا. فلما فات مقصود التكليف الأعظم أسقط الله عنه التكاليف، إذ لا فائدة من صلاة لا يستشعر العبد امتثال أمر الله فيها، ولا فائدة من زكاة لا يستشعر أمر الله فيها، ولا فائدة من حج لا يستشعر أمر الله فيه ولا يعقله. فإذا ليس المقصود من التعبد أداء الحركات فقط، لا، بل أداء الحركات بناء على كمال استشعار الخضوع لله في امتثال أمره، وهذا مقصود التعبد الأعظم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية وأعمالكم. ومحط الحساب يوم القيامة على هذا المقصود التكليفي الأعظم، كما قال الله عز وجل: يوم تبلى الظواهر ولا السرائر. هذا هو المقصود الأعظم، هذا هو المقصود الأعظم. فلما كان المقصود التعبدي الأعظم قد فات في حق المجنون، فإذا ما لصلاة داعي ولا لزكاة داعي، ما تصح منه هذه الأشياء. فإذا دل الدليل الأثري والنظري على أن العقل مناط التكليف. فإن كان العقل ويفرع على ذلك سقوط التكليف عن المخرف، وسقوط التكليف عن من أصيب بما يسمى بمرض الزهايمر، لا سيما في درجاته المتوسطة أو النهائية. فإذا وكذلك سقوط التكليف عن فاقد الذاكرة مثلا، فمثل هؤلاء قد ارتفع مناط التكليف عنه. في بعض الشباب ما عاد يميزون بين الأوقات، ولا عاد يميزون أسماء أبنائهم أو أبناء أبنائهم، أو ما يدري من هذا وش اسم هذا، من خلاص لا تكلفونه، لا تكلفون، فقد ارتفع عنه مناط التكليف. نعم. قال الله عز وجل: ومنكم من يرد إلى إيش؟ لأرض العمر لي كي لا يعلم من بعد علمي شيء. متى ما وصل العبد لهذه الدرجة خلاص سقط عنه التكليف، وهي المرحلة العمرية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الوصول إليه. قال: وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر. هو هذا فقد التكليف، فقد التكليف، كما رواه الإمام البخاري من حديث مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص. نعم. القاعدة 61: التمييز شرط لصحة الشرعيات الوجوبية إلا في النصفين. وهذا باتفاق العلماء، والمقصود بالتمييز، والمقصود بالتمييز في أصح العلماء في أصح قولي أهل العلم هو خلع السابعة والدخول في الثامنة. فمن خلع السن السابعة ودخل في الثامنة فقد دخل في التمييز. ففي أصح أقوال أهل العلم أن التمييز يعرف بالعد لا بالحد،
ليس المميز من يعرف الطيب من الخبيث أو الجميل من القبيح أو من يحسن السؤال ورد الجواب، هذه تعريفات لا تنضبط، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا فيه تعريفا منضبطا، وهي قوله مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. ولا يوصف الإنسان بأنه ابن سبع سنين إلا إذا خلع السابعة ودخل في الثامنة، فإذا التمييز يعرف بهذا. فأما ما قبل السابعة فإن الصبي غير المميز لا تصح منه لا عبادة، لا تجب عليه عبادات ولا يترتب على فعله لشيء من المحرمات آثام، فقلم التكليف مرفوع عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وعن الصبي حتى لا مو بهذا، والمقصود من ذلك القول وش قلتها مروا أبناءكم، نعم مروا أبناءكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، فتحديد النبي صلى الله عليه وسلم للأمر بالصلاة في هذه السن دليل على أن ما قبلها ليسوا أهلا للأمر به، ليسوا أهلا للأمر بها، مما يدل على عدم صحتها لهم. فإذا لا تصح التعبدات إلا من مميز، وهذا بإجماع العلماء، إنما يختلف العلماء في تعريف التمييز فقط، وأما أصل اشتراط التمييز فهو شرط. لكن المصنف عفى الله عندكم استثنى عبادتين، قال تصح ولو من غير المميز، بس الحج والعمرة، فالحج يصح من غير المميز حتى ولو كان الصبي في المهدي، حججه أبواه وأحرما عنه وألبساه إحرامه ثم طاف وسعيا به ورميا عنه ووقف به في عرفة إلى آخر ذلك، فإن الحج له ولمن دله عليه. ودليل ذلك ما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا ومن أنت؟ قال أنا رسول الله. فرفعت امرأة صبيا وفي رواية في مهده فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، ولذلك مدري تأتينا أو ما تأتينا، قاعدة تقول أجر عبادات غير أجر عبادات الصبي، أجر عبادات الصبي له ولمن أمره بها. أجر موجودة؟ موجودة لا حول ولا قوة. طيب خلاص بقى. وش أبوي؟ الصبي لحد. طيب هذا سؤال جميل، سمعتم سؤاله؟ شوف خذها مني. أجمع العلماء على أن الصبي إذا حج قبل بلوغ الحنف ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأجمع العلماء على أن العبد إذا حج رقيقا ثم عتق فعليه حجة أخرى، وبرهان ذلك ما رواه الإمام البيهقي وغيره بإسناد صحيح من حديث ابن عباس أيما صبي حج قبل الحنف ثم بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه أن يحج حجة أخرى، وقد حكم موفق الدين من قدامه أجمع العلماء على ذلك. نعم. القاعدة الثالثة والستون، كل عبادة تجب بالبلوغ يستحق تعريض الصبيان عليها. الله، الصبيان يعني المميزين، حتى إذا بلغ تكون نفسه واستعداداته الباطنية متقبلة لها، فأي عبادة تجب على الصبي بالبلوغ فيستحب بعد السابعة تعويده عليها لقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين. لما؟ لأنها عبادة تجب بالبلوغ، وكل عبادة تجب بالبلوغ فيستحب تعويد الصبيان عليه. وقد ثبت في صحيح البخاري من أن الصحابة كانوا يصومون ويصومون صبيانهم، فإذا جاعوا وبكوا أعطوهم اللعب من العهن يتلهون بها حتى غروب الشمس. فأخذ العلماء من هذين الحديثين هذه القاعدة، أن كل عبادة تجب بالبلوغ فيستحب تعويد الصبيان المميزين عليها حتى إذا بلغوا تكون نفوسهم متعودة عليها، يعرف أدب المسجد، يعرف كيف يتطهر، يعرف طريق المسجد، يعرف يعني كيفية الصلاة، يعرف كيف السنة القبلية والبعدية. نسأل الله يجعلنا وإياكم قائمين بها الأمانة لأبنائنا. نعم. قاعدة ثالثة وستون، أدب تعبدات الصبي له ولمن أمره أو دله عليها. روح. القاعدة الرابعة وستون، عرفنا دليل القاعدة هذه، نعم ولك أجر، ألي هذا حج؟ قال نعم، يعني له حج له أجره ولك أجر لأنك دللت هذا الصبي عليه. قاعدة الرابعة وستون، البلوغ شرط وجوب لا صحة. صحيح، البلوغ له علامات معروفة لديكم لا أحتاج إلى بيانها، فمتى ما بلغ الإنسان فإن العبادات تجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح لغيره من حديث عائشة
قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم وعن الصبي حتى يبلغ، وهذا شيء واضح. لكن البلوغ أهو شرط صحة ولا شرط وجوب؟ إذا قلنا شرط صحة بمعنى أن عبادات الصبي المميز باطلة، وإذا قلنا شرط وجوب فهذا معناه أن تعبداته قبل بلوغه صحيحة ولكن لا تجب عليه. القاعدة تنص على أن البلوغ شرط وجوب لا شرط صحة، وهذا هو الحق. وعندنا قاعدة أصولية ما أدري ذكرتها أو لا، فوات شرط الوجوب ليس مانعا للصحة. فوات شرط الوجوب ليس مانعا للصحة، بمعنى أنه إذا تعبد الصبي فقد فات شرط البلوغ، لكن فوات شرط البلوغ لا يبطل عباداته. لو صام المريض غير القادر، تكلف الصيام وصام، فات شرط الوجوب وهو القدرة، لكن فوات شرط الوجوب لا يبطل العبادة. هل يجب الحج على من لا مال له؟ أجيبوني، ما يجب. لكن لو تكلف ولا مال له وذهب على رجليه وحج، صح حجه؟ إذن فوات شرط الوجوب لا يمنع الصحة، فالذي يمنع الصحة إنما هو شرط الصحة. فوات شرط الصحة، أترك الأسئلة أرجوك، فوات شرط الوجوب لا يمنع الصحة، بس هذا هو عندنا. فإذا البلوغ ليس له تعلق بالصحة وإنما له تعلق بالصحة. وبناء على ذلك فصلاة الصبي المميز صحيحة ولكنها ليست بواجب، صيام الصبي المميز صحيح ولكنه ليس بواجب، حجه صحيح ولكنه ليس بمجزي، عمرته صحيحة ولكنه ليست بمجزئة، وهكذا. نعم. القاعدة 65 النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم، وهذا هو الحق في خلاف الأصوليين في هذه المسألة. فمتى ما تجرد نهي الشارع كتابا وسنة عن القرينة التي تصرفه من التحريم إلى الكراهة فالأصل أنه يفيد التحريم. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: يقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أو يصيبهم عذاب أليم. نعم أصبت أنت وأخطأت أنا. نعم. أو يصيبهم عذاب أليم. وصيغ النهي هي لا تفعل، صيغ النهي لا تفعل. فمتى ما رأيت الله في القرآن يقول لا تفعل، لا تفعلوا، لا تفعلن، لا تفعلي، يعني لا تفعل وما تصرف منها، فاعلم مباشرة أن الله يحرم عليك هذا الفعل، إلا إذا وجدت في قرينة تصرف هذا النهي عن بابه. وأنا أضرب لكم أمثلة. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. وين صيغة النهي؟ لا تستنجوا. اختلف العلماء في إفادة النهي هنا، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم الاستنجاء بالروث والعظام، وذهب بعض أهل العلم بل هم الجمهور إلى كراهية الاستنجاء بالروث والعظام. الآن أي القولين أرجح بناء على هالقاعدة؟ القول الأول وهو التحريم. لما بحثنا عن الصارف الذي يصرف هذه الصيغة من التحريم إلى الكراهة لم نجد، بل وجدنا ما يؤكد التحريم، ما يؤكد التحريم كما بحث في موضع آخر. الفرع الثاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. فلا يمس ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. اختلف العلماء في هذين الفرعين، فذهب الجمهور إلى الكراهية، وذهب الإمام أحمد في رواية عنه اختارها الظاهرية وشيخ الإسلام إلى التحريم. أي القولين أرجح ولماذا؟ لا شك التحريم، يحرم على الإنسان أن يمس ذكره بيمينه حال كونه يبول، ويحرم عليه أن يتمسح من الخلاء استنجاء أو استجمارا بيمينه ما دام قادرا على الاستنجاء أو الاستجمار باليسار. فإذا ليس هناك صيغ تصرف هذه النواهي عن بابها. لكن ما رأيكم في حديث النهي عن الشرب قائما؟ ما رأيكم في حديث النهي عن الشرب قائما؟ ها؟ الجواب: الأصل أنه يفيد التحريم، لكن وجدنا قرينة تدل على أنه مصروف من التحريم إلى الكراهة، وهو ما في صحيح مسلم من حديث ميمونة أو ابن عباس، شك مني،
أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شن معلقة أو قاد قربة معلقة وهو واقف. وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى زمزم فأعطوه دلوا فشرب منه وهو قائم وتوضأ. الآن شرب قائما ونهى عن الشرب قائما، كيف نجمع بينهما؟ بأن نجعل النهي ليس على بابه الذي هو التحريم، وإنما هو مصروف منه إلى الكراهة، والصارف له الحديث الآخر، والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. ولذلك عندنا قاعدة ما أدري ستأتي أو خذوها من الآن، اسمعوا: إذا أمر النبي بشيء وخالفه بفعله فيكون الفعل المخالف للأمر القولي صارفا للأمر من الوجوب إلى الندب. أعيدها مرة أخرى: إذا أمر النبي بشيء عليه الصلاة والسلام وخالفه بفعله فيكون الفعل المخالف للقول صارفا له من الوجوب إلى الندب. مثل: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، مع أنه ثبت أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر، فإذا فعله يخالف أمره، فنجعل الأمر في قوله اجعلوا للندب وليس للوجوب. ما الصارف له؟ الفعل المخالف. وضحت هذه؟ طيب اعكس القاعدة: إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من يكمل؟ ها، وخالفه بفعله، فيجعل الفعل المخالف صارفا للنهي من التحريم إلى الكراهة، كالنهي عن الشرب قائما، كالنهي عن الشرب قائما خالفه بفعله فيجعل الفعل صارفا. انتبهوا لهذه القاعدتين المهمتين. نعم. قاعدة 66: الأمر بالشيء. سجل سؤالك يا شيخ الكريم، لو تكرمت ولا تزعل علي، سجل سؤالك، قدامنا 100 قاعدة ودنا نمشي شوي. الأمر بالشيء نهي عن مده. نعم. الشيء الأمر بواحد من هذا واضح. فلما أمرك الشارع بالقيام في صلاة الفريضة فهو أمر نطقي ونهي عن الجلوس في محل القيام تضمني، فإذا كل أمر فهو يتضمن النهي. لما أمرك بإعفاء اللحية إذا نهاك ضمنا عن ماذا؟ عن حلقها، ولا لا؟ لما أمرك بالصلاة نهاك ضمنا عن تركها، لما أمرك بالصدق نهاك ضمنا عن الكذب، واعكس والعكس. إذا أمرك الشارع بماذا؟ إذا نهاك الشارع عن الكذب فهو أمر لك بالصدق، وإذا نهاك مثلا عن السفاح فهو أمر لك بحفظ الفرج بالنكاح أو بغيره مما من شأنه أن يحفظ الفرج. فإذا الأوامر يستفاد منها نواهي ضمنيا، والنواهي النطقية يستفاد منها أوامر ضمنية، فالنهي عن الشيء أمر بضده والعكس بالعكس. نعم. القاعدة 67: النهي المتجرد عن القليلة مفيد فورية. ماشي. إذا قلت لا تجلس فإذا أنا أنهاك عن الجلوس الآن ليس بعد ساعة، نفذ نهي الآن، لا بد أن تترك الآن. ولذلك من الأسباب التي تبطل توبة الإنسان إيش؟ تسويف الترك، ولا لا؟ سأتوب فيما بعد، لا، أنت مأمور الآن أن تترك النهي. سبحان الله، النهي والأمر يتفقان في هذا، فالأمر يقتضي فورية الفعل والنهي يقتضي فورية الترك. نعم. القاعدة 68: النهي المتجرد عن القليلة يفيد الفساد. والله هذا الذي أرجحه، ولا أدري عنكم متعاد، ولكن هذا الذي أعلمه ثابتا في مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحيثما نهاك الله عن شيء فإنك تستفيد من النهي 3 أشياء: تستفيد منه التحريم إلا لصارف، وتستفيد منه الفورية إلا لصارف، وتستفيد منه فساد المنهي عنه إلا لصارف. ولذلك أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على فساد حج من جامع قبل التحلل الأول. أجمع الصحابة رضي الله عنهم على فساد حج من جامع قبل التحلل الأول، ومستند الإفساد هو قول الله عز وجل: فلا رفث ولا إذن استفادوا من النهي الفساد. فإذا الصحابة في منهجهم أنهم كانوا يستفيدون من صيغة النهي 3 أشياء: يستفيدون منها التحريم، ويستفيدون منها الفورية، ويستفيدون منها الفساد.
وبناء على ذلك فأي معاملة حرمها الشارع فالأصل أنها محرمة وفاسدة في نفس الوقت. فعقود الربا فاسدة لأن الشارع نهى عنها وأنها يقتضي الفساد. وكل نكاح نهى الشارع عنه كنكاح المتعة أو نكاح الشغار كل ذلك مما يقتضي أمرين: أنه محرم في ذاته وفاسد فيما لو وقع، أنه محرم في ذاته وفاسد فيما لو وقع. وإذا نهاك الشارع عن الذبح لغير الله فذبحت فالذبيحة فاسدة، وإذا نهاك الشارع عن الحلف بغير الله فحلفت فحلفك فاسد، أي لا كفارة فيه إن لم نطق بالشهادة. وإذا نهاك الشارع عن النذر لغير الله فنذرت فنذرك فاسد ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لم يرتب عليه كفارة لأن اليمين أصلا فاسدة. فإذا كل نهي فإننا نستفيد منه الفساد أصالة، إلا إذا وردت قرينة تدل على أنه حرام وصحيح في نفس الوقت. فإذا جاءت القرينة يا أبا الحارث أنت شكلك سرحت معي، فإذا جاءت القرينة تدل على الصحة فنقول بها. مثاله بيع الركبان أو تلقي الركبان وهو تلقي الجلب، وهم أهل القرى المجاورة للمدينة المركز السوق الكبير، يأتون بسلعهم مساكين، فلا يجوز لأهل السوق أن يخرجوا يتلقونهم حتى ينزل رب السلعة إلى السوق ويعرف الأسعار بنفسه فيبيع بعد العلم. لكن بعض التجار قال له حي، يقول لي انزلوا السوق راحت علينا الطبخة، قلنا نروح نلاقيهم ونشتري منهم. طيب، خالف إنسان النهي الواردة في الأحاديث، في حديث طاووس عن ابن عباس في الصحيحين، وفي حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم، كلها لا تلقوا الجلب لا تلقوا الركبان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان. لكن لو خالف إنسان وتلقى، الأصل على قاعدتنا أن بيعه فاسد، لكن ورد الدليل المصحح وهي قوله: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي واشتري منه فإذا نزل سيده السوق فهو بالخيار. من يعطيني قرينة الصحة؟ الخيار، إثبات الخيار على المعاملة السابقة، وثبوت الخيار فرع عن صحة ما مضى. إذ لو كانت المعاملة أصلا فاسدة لا خيار. هذا مثال. المثال الثاني: النهي عن التصرية في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم. اسمع اسمع القرينة. تعرفون أهل أفريقيا تعرفون التصرية؟ التصرية هو إذا أراد الإنسان أن يبيع بقرة، ما نبقى الناقة ما عندكم نياق في أفريقيا، بقرة إذا أراد أن يبيع، ولا عندكم جمال في أفريقيا؟ بعض الناس إذا أراد الإنسان أن يبيع بقرة قبل البيع بيومين، قبل أن ينزلها للسوق بيومين، يترك لبنها في ضرعها ما يحلبها حتى تكبر عروق الضرع فتكون هكذا. لا هو هكذا ولا كبير شوية كذا فتكون هكذا. فإذا عرضها في السوق الأخوة الفارقة معي، فإذا عرضها في السوق صار الزبائن إيش ها يعتقدون أنها حلوب، يعني أن هذا هو طبعها، فإن أخذها الزبون وحلبها أول مرة شمرت عروقها وضعفت ولم يعد يجتمع فيها اللبن مرة أخرى. هذه يسمونها التصرية. يقول: لا تصروا الإبل والغنم. فإذا فعل الإنسان شيئا من ذلك فالأصل أن معاملته باطلة فاسدة عندنا ولا لا؟ لكن اسمع الحديث. قال نهى قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاءها ردها وصاعا من تمر. وش القرينة؟ الخيار، فدليل على صحة المعاملة السابقة. فإذا جاءت القرينة المصححة لما نهي عنه فإننا نقول بمقتضاها، وإذا لم تأتي القرينة فالأصل أن النهي يقتضي الفساد. نعم. القاعدة التاسعة والستون: كل أقوى كل صحيح. كل أنت كل كله ولا لا؟ كل كل
كل أنت. أنا شبعت. نعم يا أبا الحارث. يعني خطأ مطبعي؟ تفضل. كل أقوى صيغ العموم. إيه نعم. كل أقوى صيغ العموم. هذا باب العام والخاص في أصول الفقه، نعطيكم فيه يعني جملا من القواعد. العام هو اللفظ الذي يشمل أشياء بلا حصر، كقولك عم المطر، عم المطر البلدة بمعنى شملها. وقولنا بلا حصر ها قيد يخرج الألفاظ التي فيها شمول لكن محصور، مثل لفظ مليون يشمل أشياء ولا لا لكنها محصورة، فهذا ليس، فكلمة مليون ليست عامة أصوليا، فهمتم؟ فاللفظ العام هو الذي يشمل أشياء لا يدرى عن نهايتها كم، ما لها نهاية، ما لها نهاية. كقول الله عز وجل إن المسلمين، هل لهم نهاية؟ جواب ما ندري، ليست لهم نهاية معلومة. والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادق، هذه ألفاظ عامة لأنها تشمل أشياء بلا حصر، فاللفظ الذي يشمل أشياء بلا حصر يسميه العلماء اللفظ العام، وضده اللفظ الخاص، وهو أن يشمل اللفظ شيئا معينا محصورا محددا. هذا اللفظ العام له صيغ، متى ما مرت عليك في الكتاب والسنة اعرف أن الله يريد الآن العموم. أقوى صيغ العموم تمر عليك في الكتاب والسنة لفظة كل، فأي لفظة كل في الكتاب والسنة هذه من أقوى صيغ العموم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، هذه أقوى صيغة من صيغ العموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، صيغة من صيغ العموم. وأحيانا تأتي كل بصيغة أخرى، مثل كلكم راع ومسؤول عن رعيته، وأحيانا تأتي بصيغة أخرى، فسجد الملائكة إيش كلهم أجمعين. فمتى ما رأيت كل منفردة أو مضمومة إلى ضمير ظاهر أو مستتر اعرف أن عفوا إذا ضمير ظاهر الآن نعم أو مستتر، فاعرف مباشرة أن الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم يريد منك العموم. مثل هل في الدين بدعة حسنة؟ الجواب في قول النبي عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة، خلاص كلية من أقوى صيغ العموم. طيب من الملائكة الذين سجدوا لآدم؟ أهم ملائكة السماء فقط؟ أم ملائكة الأرض فقط؟ أم من يدخل في مسمى الملك أيا كان؟ هذا هو دليل العموم. قال الله عز وجل فسجد الملائكة، ألف ولام دخلت على الجمع، وهذه الصيغة ستأتينا، كلهم هذا عموم ثاني، أجمعون، وأجمع صيغة من صيغ العموم، فكل أجمع قاطبة كافة سائر، كل هذه من الصيغ التي تدل على العموم بذاتها. ايش معنى بذاتها؟ يعني هي تفيد العموم بتركيبها هذا، لم يدخل عليها حروف أفادتها العموم، بل لفظة كل بنفسها هي التي تفيد العموم، ليس لأن الكاف دخلت على اللام أو اللام دخلت على الكاف، لا، بل هي بهذا التركيب تفيد العموم، والله أعلم. نعم هذه الصيغة الأولى من صيغ العموم. نعم نعم كقول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم إيش أجمعون، فهي تفيد العموم بذاتها. نعم قاعدة واحدة والسبعون الألف واللام الداخلة على المفرد أو اسم الجنس تفيد العموم، كقولك إن الحكم، إن الحكم مفرد دخلت عليه الألف واللام فيدخل في ذلك كل الأحكام الكونية وكل الأحكام الشرعية. يقول الله عز وجل إن الإنسان، إن الإنسان وين اللفظ العام؟ الإنسان، هل أفاد العموم بذاته ولا لدخول شيء عليه؟ كلمة الإنسان أصلها إيش؟ إنسان، وهو واحد،
لكن أنا أريده أن يفيد الناس جميعا، أدخل عليه حرفين، قل الإنسان. اسمع إلى ما قال الله عز وجل، قال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. لما لم يقل أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء؟ لأن كلمة الطفل لم تعد تفيد طفلا واحدا بل كل الأطفال بلا حصر، ولذلك قال أو الطفل الذين. فإذا متى ما رأيت المفرد دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية فاعرف أنها مباشرة تفيد ماذا؟ تفيد العموم، والأصل هو البقاء على العموم حتى يريد المخصص. نعم. القاعدة الثانية والسبعون، الألف واللام الاستغراقية الداخلة على الجمع تفيد العموم. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات إلى آخر الآية، كم فيها من عموم بالله؟ عمومات كثيرة، فهي جمع وأقل الجمع يفيد ثلاثة، لكن لما دخلت عليه الألف واللام لم يعد يفيد ثلاثة بل يفيد كل ما يصدق عليه هذا الاسم بلا حصر. سبحان الله، هذا هكذا يفهم العلم صحيح بأصول الفقه، تفهم العلم. وبالمناسبة ترى أكثر صيغ العموم تكرارا في الأدلة هي الألف واللام، هذه الألف واللام الداخلة على المفرد والجمع تفيد العموم. الألف واللام هذه فيها بركة، إن دخلت على المفرد أكسبته العموم، وإن دخلت على الجمع أكسبته العموم. واضح إن شاء الله. القاعدة الثالثة والسبعون، المفرد المضاف يفيد العموم. سأسألكم سؤالا، الله عز وجل لما قال للناس اذكروا نعمة الله، هل يأمرنا بذكر نعمة واحدة ولا النعم شمولا؟ كيف تقول النعم شمولا مع أن الله قال نعمة الله؟ نقول لا، نعمة كأن قال كل النعم. كيف اكتسبت العموم؟ لأنها مفرد أضيف، فنعمة مضاف والاسم الأحسن لفظ الجلالة مضاف إليه، فإذا المفرد المضاف يعم. ما أفلح قوم ها ولوا أمرهم امرأة، فهل يقصد أمر الحكم والولايات فقط؟ قصد ولاية البلد فقط؟ الجواب لا، أمرهم، حتى ما تصلح أن تكون مديرة على رجال في ولا قاضية لرجال ولا رئيسة في بلد ولا إمامة في مسجد ولا خطيبة، أمور المسلمين العامة ما ينبغي أن تتولاها النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أفلح قوم ولوا أمرا، وهو مفرد هم، فهو مفرد مضاف، فهو مفرد مضاف، والمفرد المضاف إيش؟ والمفرد المضاف يعم. لو قال إنسان، ولا بيجي فيه الجمع المضاف يعم عندك اللي عقبها؟ ما ذكرنا الجمع المضاف يعم؟ ما ذكرناها؟ سبحان الله، هذا الوحيدة اللي ما ذكرتها وسألت عنها، لا إله إلا الله. طيب خذوا قاعدة أخرى ولعلكم تجعلون لنا رقما خاصا، الجمع المضاف يعم، يعني الإفراد يوجب عمومه الإضافة والجمع يوجب عمومه الإضافة، فالمفرد المضاف يعم كما مثلت والجمع المضاف يعم، كقول الله عز وجل فاذكروا آلاء الله، فاذكروا آلاء الله، هل يأمرك أن تذكر ثلاثة آلاء؟ الجواب لا، بل يأمرك أن تذكر الآلاء ذكرا شموليا لا عدد لآخره. والذي أفاد هذا الجمع العموم إنما هو إضافته، فإذا المفرد المحلى بأل يفيد العموم، الجمع المحلى بأل يفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم، الجمع المضاف يفيد العموم. من يستطيع أن يعيد القواعد الأربع في المفرد والجمع؟ من يستطيع أن يعيدها بدون ما يشوف؟ هذا إعادة بس صوت.
ايه النكره. لا خليك وش بيك انت وراك رحت النكره ما بعد شرحناها. خليك في المفرد والجمع متى يفيدان العموم؟ اذا اضيف بس الالف واللام اذا دخلت على المفرد افادته العموم. ايوه افيد العموم بس هذه كم صار عندنا من قاعده. طيب مع القاعده اللي قبلها كم صارت؟ كم عندنا من لفظ الان؟ كل جميع ثم قاعدتي المفرد وقاعدتي الجمع. رح يلا القاعده الرابعه والستون النكره في سياق تعم. النكرة في سياق النفي تعم كقول الله عز وجل لا إله لا نكرة إله عفوا لا نفي إله نكرة فهي نكرة في سياق النفي نكرة في سياق النفي فتعم فيدخل في ذلك نفي جميع ما يطلق عليه آلهة مما عبده المشركون الأوائل وسيعبده الأواخر من دون الله عز وجل كله منفي بقولنا لا إله فهي نفي لجميع الآلهة التي عبدت من دون الله عز وجل ووجه العموم أنها نكرة في سياق النفي. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وين صيغة العموم؟ لا صلاة ما هيئتها؟ النكرة التي هي صلاة في سياق النفي الذي هو لا. طيب إذن يدخل في ذلك الصلاة الفريضة فلا تصح إلا بالفاتحة والنافلة لا تصح إلا بالفاتحة والاستسقاء برضو نفس الشيء لا صلاة الكسوف نفس الشيء الوتر نفس الشيء الجنازة نفس الشيء فكل ما يطلق عليه صلاة فلا يصح إلا بالفاتحة والعموم استفدناه من قولنا لا صلاة يعني نكرة في سياق النفي. في قاعدة في النكرة أيضا عندنا أخرى ما هي؟ القاعدة الخامسة والستون النكرة في سياق النفي تعم. اللام عندنا قد تفيد النفي وقد تفيد النهي. قال الله عز وجل واعبدوا الله انتبه ولا تشركوا به شيئا لا تشركوا به شيئا. وين حرف النفي او عفوا النهي؟ لا هل هي لا الناهيه ولا لا النافيه؟ لا الناهيه لان الفعل بعدها ايش حذفت نونه ولا لا؟ انتم تعرفون ان الافعال خمسه تحذف نونها ولا لا في الجزم. لا تشركوا ثم قال به شيئا وين النكره؟ شيئا فصلوا معي أرجوكم وانتبهوا. فشيئا نكرة في سياق النفي نكرة في سياق النفي فيدخل في ذلك لا تشركوا به الملائكة لا تشركوا به الأولياء لا تشركوا به الصالحين لا تشركوا معه الأحجار لا تشركوا معه الأشجار. لكن بدل ما يقعد يفصل أعطاك لفظة عامة تصدق على هذا كله تصدق على هذا كله فقال لا تشركوا به شيئا. فمتى ما رأيت النكرة جاءت في سياق النفي أو سياق النهي يعني سبقت بنفي أو سبقت بنهي فاعرف أنها مباشرة تفيد العموم. عندنا قاعدة في النكرة أيضا أخرى وهي إذا جاءت في سياق الشرط يعني سبقت بحرف من حروف الشرط مثل من يعمل من هذه من الشرطية ولا لا؟ من يعمل مثقال هذا هو النكرة. فإذا مثقال نكرة في سياق إيش؟ الشرط. فيدخل في ذلك ولو مثقال الذر وأدنى من الذر. قال النبي عليه الصلاة والسلام اسمع ماذا قال؟ قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أيما امرأة وين أداة الشرط؟ أيما وين النكرة؟ امرأة. فإذا هل يريد رسول الله الحرة فقط ولا الحرة والأمة؟
جميعا خلافا للحنفية. الحنفية جعلوا هذا الدليل ليس دليلا على اشتراط الولي في نكاح الحرة، بل جعلوه دليلا على اشتراط الولي في نكاح الأمة. فماذا نقول لهم؟ إن اللفظ عام، لأنه نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم. فأين الدليل الدال على تخصيص الحديث بالأمة دون الحرة؟ لا دليل. هذا الرد عليهم، هذا هو الرد عليهم. نعم يا شيخ. إذن صارت النكرات عندنا كم فيها من قاعدة؟ ثلاث قواعد. النكرة، ساعدوني، النكرة في سياق الشرط تعم، النكرة في سياق النهي تعم، النكرة في سياق النفي تعم. أصول الفقه، أصول الفقه تجعلك لا تتجاوز صفحة القرآن تطيل فيها. أصول الفقه والله تجعلك تتدبر القرآن فعلا، يعني لأن السطر الواحد في القرآن قد تأتيك فيه دلالات أصولية كثيرة. أمر يفيد الوجوب، واللي عقبه نهي يفيد التحريم، واللي عقبه صيغة عموم، واللي عقبه. تجلس في السطر متدبرا هذا القرآن العظيم ويزداد فهمك ومعرفتك لمراد الله عز وجل في القرآن إذا عرفت هذه الدلالات. تعرف وش العام، تعرف وش الخاص، تعرف وش الأمر، تعرف وش النهي، تعرف وش الله. فأصول الفقه فعلا والله إنها وسيلة عظيمة من وسائل تدبر كتاب الله عز وجل. نعم. بقي صياغ بعد عندك أنت؟ بقي صياغ عندك؟ يلا ها رح توكل. القاعدة السابعة والسبعون، الأسماء الموصولة تفيد العموم. نعم. والأسماء الموصولة مثل الذي، الذين، اللذان، التي وغيرها من الأسماء الموصولة. مثل الذين يظاهرون من نسائهم، هل يقصد الله فردا واحدا ولا كل مظاهر؟ كل مظاهر. الذين لا يؤتون الزكاة، هل يقصد فردا ولا جماعة؟ الجواب يقصد كل من لم يؤتي الزكاة. الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، يقصد كل من اتصف بهذا الصف. فمتى ما وردت الذين في الأدلة فاعرف أن الله يريد العموم، يعني فاعرف أن الله يريد العموم. الذي، الذي أيضا متى ما وردت عليك في الأدلة كتابا وسنة فاعرف مباشرة أن الله عز وجل يريد العموم. من يعطيني فيها دليل؟ أنا ما يحضرني فيها شيء. الذي، والذي مثلا قال لوالديه أف لكما، هل يقصد فردا بعينه أو شخصا أو طائفة بعينها؟ الجواب ها، جميع من يتكلم على والديه بهذا القول فهو داخل في هذا الذم. فمتى ما رأيت الذي، الذين في الأدلة اعرف أنها تفيد العموم. لا لا ما بالحركة أرجوك يا أخي، خلاص ما بالحركة، معلش صبتها لي يكفي. الحركة دي تزعجني في الدرس مرة، تثور أعصابي وأنا زدني ضايق خلقها أصلا. فما بي شوف اسمعوا، من الأسماء الموصولة ما ومن ولا لا؟ مثل سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. وعلامة ما الموصولة صحة إيقاع الذي في موقعها. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. فإذا اختلفنا في شيء في الأرض فقال بعضهم طاهر وبعضهم نجس، فأنت تقف مع قول من قال بأنه طاهر لأنه مسخر لنا، سخر لكم ما في الأرض، فجميع ما في الأرض فهو مسخر لنا، ومقتضى تسخيره أن يكون طاهرا حلالا، إذ النجس ليس بمسخر لنا والمحرم ليس بمسخر لنا. ولذلك اختلف العلماء في حكم الزرافة، والقول الصحيح جواز أكلها لأنها مسخرة لنا فهي داخلة في العموم. اختلف العلماء في بعض الأطعمة، بعض النباتات برية كانت أو بحرية. ولذلك فالقاعدة عندنا تقول الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل إلا بدليل، لأنها مسخرة لنا فهي داخلة في قولنا، في قوله ما في الأرض، يا أخي لفظ عام. الأصل في النباتات برية أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل، لأن كلها النباتات والأشجار داخلة في قوله ما في الأرض. شوف كيف دخلت الدنيا كلها، دخلت الدنيا كلها. فمتى ما رأيت شيئا من الأسماء الموصولة فاعرف أنها تفيد العموم. نعم. القاعدة الثامنة والسبعون،
مثلا قول الله عز وجل، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. هذه شرطية الظاهر، ليست من، هذه هنا شرطية: من بدل دينه فاقتلوه. هل يقصد من بدل دينه إن كان ذكرا؟ الجواب لا. هل يقصد من بدل دينه إن كان أنثى؟ الجواب لا، بل يدخل في تبديل الدين الذكر والأنثى، خلافا للحنفية الذين قصروا الدليل على من بدل دينه إذا كان ذكرا. وأما المرأة الأنثى فإنها إن بدلت دينها فلا تقتل، وإنما تحبس وتعزر وتجلد حتى تتوب إلى الله. الحنفية في الحريم يخففون شوي، فأجازوا لها النكاح بلا ولي، وأجازوا ومنعوا قتلها إذا ارتدت. أما أنتم الحنابلة ما عندكم فلا على طول. قاعدة 78: ما موصولة في العموم. ما في السماوات وما في الأرض، واضح. قاعدة 79: من الموصولة في العموم. نعم. قاعدة 80: أسماء الشرط تفيد العموم. ماشي. مثل: أيما امرأة نكحت نفسها من بدل دينه فاقتلوه، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، كلها أسماء شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم. قاعدة 81: أيما تفيد العموم. قاعدة 82: الأصل هو البقاء على العموم. هذا الذي أريد أن أصل له. لما تعلمنا شيئا من صيغ العموم، فما الواجب علينا إذا مرت علينا صيغة من صيغ العموم؟ ما الواجب علينا إذا مرت صيغة من صيغ العموم؟ ما الواجب؟ ما الواجب؟ هالقاعدة تعطيك الواجب، وهي أن الأصل هو البقاء على عموم اللفظ حتى يرد المخصص. فمن أراد أن يخرج فردا من أفراد لفظك العام، من أراد أن يخرج لفظا من ألفاظ من أراد أن يخرج فردا من أفراد لفظك العام، فإياك أن ترضى لفظك العام هذا يدخل تحت أفراد، لا ترضى بخروج أي فرد من أفراده إلا بدليل يخرجه. فالأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص. فأيما جاءك، فأيما لفظ عام من مر عليك في الكتاب والسنة فإنه يجب عليك أن تبقى على عمومه، ولا يجوز لك أن تقبل أي تخصيص إلا منه إلا بدليل، إلا بدليل. مثل تخصيص الحنفية للمرأة الحرة بتجويز نكاحها بلا ولي، لا نقبل إخراجها. ليش؟ لأنها فرد من أفراد ألفاظنا العامة في قول الله عز، في قوله عليه الصلاة والسلام: وأنتم جيبوا اللفظ العام، لا نكاح إلا بولي. هذا من أي نوع من أنواع الصيغة؟ لا نكاح، إيش؟ نكرة في سياق إيش؟ النفي، نكرة في سياق النفي، لا نكاح. طيب إذا لا نكاح إلا بولي، سواء كانت المنكوحة حرة أو أما، فهم يريدون أن يخرجوا لفظا من فردا من أفراد لفظنا العام، هل نقبل يا شباب؟ نقبل يخرجون؟ والله بنسكر على ألفاظ اللفظ العام، بنسكر البيبان، بنسكر أبواب اللفظ العام، ولن نفتح الباب أبدا إلا إذا طرقه الدليل. إذا طرق الدليل نشوف كم تبي، قال أبي فلان أو أبي فلانة، طلعوهم لي، خلاص نطلع من دائرة اللفظ العام، ويبقى ما عداه ها محكوما عليه بحكم اللفظ العام، اللفظ العام. طيب: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وين اللفظ العام؟ بعصم الله يهديك. ولا تمسكوا يا ابوي تمسكوا فعل مو باسم، تم الا ايش الله يهديكم لخبطتوني. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. وين اللفظ العام؟ الكوافر. وش نوع الصيغة؟ جمع دخلت عليه الألف واللام. طيب: كل كافرة فلا يجوز للمسلم أن ينكحها، ولا لا؟ طيب جاءنا رجل وطرق علينا الباب وقال: أخرجوا لي اليهودية والنصرانية، هل نخرجها له ولا نحافظ عليهما؟ نخرجها؟ نخرجها له. لما؟ لوجود الدليل. فإذا لا نخرج من دلالة اللفظ العام إلا في حدود ما أخرجه النص فقط، وأما ما عداه من الأفراد مما لم يأتي دليل التخصيص بإخراجها فالواجب إبقاؤها على دلالة اللفظ العام. طيب اسمعوا السؤال لكم: قل من حرم زينة الله. زينة الله وين اللفظ العام؟ من أي النوع؟ إيش؟ لو النكرة، ما في نكرة. أهديك.
لا وين نكره يا ابن حلال؟ قل من حرم زينة الله. ايه مفرد مضاف، زينة مفرد وقد اضيفت الى الله، زينة الله. انتوا كم تطبقون شوي شوي ان شاء الله مع كثرة التطبيق على طول يروح ذهنك لللفظ العام. قل من حرم زينة الله، طيب يدخل في زينة الله ايش؟ المكياج، مكياج المرأة. فأي صرخة مكياج طلعت لا تقدر تحرم، دخلت تحت العموم على طول ولا لا؟ لا تقدر تحرم مكياجات. صرخة في الأظافر، صرخة في التنظيف، في التجمل، في أنواع الحلي. فالأصل في زينة المرأة إيش؟ الحل، لأن الله إنما حرم من إنما أنكر على من حرم، فيدخل في ذلك زينة المرأة. فأي زينة يعرفها النساء أو تستجد فاطلب دليل تحريمها، لا تطلب دليل حلها، لأن الأصل الحل. زينة الوصل نخرجها من العموم لوجود الدليل نهى عن الوصل. زينة الوشر برضو، التفليج برضو، الوشم برضو، ها هذه خلاص هذه نخرجها. النمص أيضا مثل ما ذكر الشيخ، لما أخرجناها لوجود الدليل الخاص المخرج لها، لكن لو لم يرد الدليل لأبقيناها. إذن هذا مضمون القاعدة اللي بيكم تفهمونه. متى ما ورد شيء من متى ما مررت بشيء من هذه الصيغ اللي أبيك تحفظها أكثر من حفظك لاسمك، لأنها أكثر ما يرد عليك في القرآن صيغ العموم، صيغ العموم ذي أكثر من الأوامر وأكثر من النواهي، صيغ العموم هذه أعظم الدلالات الأصولية مرورا في القرآن والسنة، صيغ العموم احفظها. فمتى ما مر عليك شيء منها فقل والله ما أخرج ولا فرد من أفرادك، عهد بيني وبين الله أني ما أخرج ولا فرد من أفرادك إلا الفرد الذي دل الدليل على إخراجه، أما ما عدا فأبقي. الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص. فهمتوا؟ واضح؟ الحمد لله. عطنا العقبة. قاعدة الثالثة والثمانون، العام مبنى على الخاص. الحمد لله. متى ما وجدت الدليل عاما في مكان وجاءك الدليل الذي يريد منك أن تخرج بعض أفراده وهو الدليل، فأخرج له، أخرج له بعض الأفراد أو ما يقتضيه الدليل الخاص، ولا تعارض بين عام وخاص. مثل ولا تمسكوا بعصم الكوافر عام، وتجويز نكاح اليهودية والنصرانية خاص. طيب اسمعوا هذا الحديث وأنتم تجيبون إيش اللفظ العام، أين هو؟ كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ما مست النار. وين اللفظ العام؟ ما صح. فإذا كل شيء يطبخ على النار على الضوء، أي شيء يطبخ على الضوء، كل شيء يطبخ على النار فلا يجب الوضوء منه. هل هذا صحيح؟ أجيبوا إيه صحيح. شو تفكرون؟ كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ما، هذا اللفظ العام. طيب توضؤوا من لحوم الإبل، ولحوم الإبل تطبخ على النار، خاص. إذن العام يبنى على الخاص، بمعنى أننا نعطي الخاصة ما يريده ونبقي بقية الأفراد على حكم العام. هذا هو قولهم، العام يبنى على الخاص، يعني أننا نعطي الخاص ما يريده من الأفراد ونبقي الدليل العام على بقية الأفراد. العام يبنى على الخاص. في رسالة لي اسمها رسالة في شرح قاعدة العموم والخصوص 100 فرع موجودة. نعم. قاعدة الرابعة والثمانون، ذكر العام ببعض أفراد التخصيص ولا تخصيص. هذه بيلها وقفة، هذه بيلها وقفة، والله عاد دبرنا، هذه بيلها وقفة، مع أنها إن شاء الله قاعدة واضحة وبسيطة وسهلة، بس بيلها وقفة. بسم الله، خذ بإيدي يا مصطفى. بسم الله، طيب بسم الله، ضعوا الأقلام، لا أحد يكفي، اسمعوني جيدا. دخل القوم وخالد معهم. أين العام؟ القوم جمع دخلت عليه الألف واللام، دخل القوم. طيب وكلمة خالد خاصة ولا عامة؟ فإذا الآن اجتمع في هذا اللفظ عام وخاص. السؤال الآن،
ماذا فعل القوم؟ دخل. إذا الحكم العام هو الدخول. طيب وماذا فعل الخاص؟ دخل. إذا اتفق الخاص والعام في الحكم. فإذا اتفق الخاص والعام في الحكم فهنا تنصيص على أهمية الخاص عن بقية الأفراد. يعني دخل القوم والأمير معه، فأنا خصصته تنصيصا من باب أهميته، فلا تعمل بينهما بقاعدة العام يبنى على الخاص فتخرج خالد من الدخول، لا، لأن حكمه أصلا متفق مع حكم العام. فمتى ما رأيت العام مذكورا بحكم متفق مع الخاص فاعمل بينهما بقاعدة ذكر العام ببعض أفراده تنصيص للاهتمام لا تخصيص. ما فهمت؟ خذوا مثال شرعي بسيط بسيط. قال الله عز وجل: قل من كان عدوا، عفوا، من كان عدوا لله وملائكته. من كان عدوا للملائكة فهو عدو لله ولا لا؟ انتهينا. ثم قال بعدها قال: وجبريل وميكال. أوليس جبريل وميكال داخلان في الملائكة؟ طيب نشوف حكم العام والخاص، وهل نعمل بينهما بقاعدة العام يبنى على الخاص ولا قاعدة التنصيص أن ذكر العام ببعض أفراده تنصيص ولا تخصيص؟ ما حكم العام؟ أن من عاد الملائكة فقد عاد الله. طيب وما حكم الخاص؟ أن من عاد جبريل وميكائيل فهو عدو لله. إذن لا، الخاص بنفس إيش؟ حكم العام. فإذا تنصيص لا تخصيص، تنصيص لا تخصيص، تنصيص لبيان أهمية منزلة هذين الملكين على سائر أصناف الملائكة. بدأت تتضح شوي ولا لا؟ نصككم بالمثال الثالث عشان يتم الإيضاح إن شاء الله، ثم نضرب أمثلة عليها أيضا أخرى. اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض طهورا. اترك مسجدا اتركها. وجعلت لي الأرض طهورا، وجعلت لي الأرض طهورا. هل خصص فردا دون فرد؟ يدخل في الأرض ترابها، رملها، حجارتها، سواء التراب له غبار أو ليس له غبار، كل ذلك داخل في عموم الأرض. ما حكم العام؟ أن الأرض طهور، أن الأرض طهور. احفظ الحكم الآن. في حديث حذيفة رضي الله عنه في مسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا. هذا خاص للعام الآن، خاص. ما حكم الخاص؟ أن التراب طهور، والعام أن الأرض طهور. فهل نعمل بين الخاص والعام بقاعدة العام يبنى على الخاص بمعنى لا يجوز التيمم على شيء من الأرض إلا على التراب، ولا نعمل بينهما بقاعدة ذكر العام ببعض أفراده تنصيص للاهتمام به لا تخصيص، بمعنى أنه يجوز لك أن تتيمم على كل أجزاء الأرض وأفضل ما تيممت عليه التراب. ما وضحت بعد؟ فإذا بعض الفقهاء عملوا بقاعدة العموم والخصوص، هذا خطأ، فقالوا لا يصح التيمم إلا على تراب له غبار، وهذا فيه نظر، لأن العام والخاص الآن كلاهما قد اتفقا في الحكم، وإذا اتفق الخاص مع العام في نفس الحكم فذكره تنصيص لا تخصيص. تنصيص يعني اهتمام به. خذوا مثال الرابع، خذوا مثال الرابع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ العهاب فقد طهر. أليس كذلك؟ العهاب اسم لجلد الميتة، اسم لجلد الميتة، فاسم جلد يدخل فيه إهاب البقرة، إهاب الشاة، إهاب الخيل، إهاب الغزال، إهاب الأسد، إهاب الهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، فقد طهر. هذا حكم عام الآن، أن الدباغ يطهر الجلد، أن الدباغ يطهر الجلد. احفظ الحكم، أن الدباغ يطهر الجلد. طيب في حديث ميمونة أن قوم مروا بشاة، الحديث خاص عام الآن، خاص، مروا بشاة يجرونها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟
قالوا إنها ميتة. قال يطهرها، طهرها الآن. خاص ولا عام؟ خاص. ما حكم العام كما ذكرت أن الدباغ يطهر الجلد؟ طيب وحكم الخاص؟ أن الدباغ يطهر جلد الشاة. حكم العام أن الدباغ يطهر الجلود. حكم الخاص أن الدباغ يطهر جلد الشاة. هل هذا دليل على أنه لا يطهر بالدباغ إلا جلد الشاة فقط؟ الجواب لا، بل الدباغ ينفع في الجلود كلها، وأفضل جلد نفع به الدباغ جلد الحيوان المأكول. إذن هذا خلافا لأبي العباس بن تيمية ومختاره رحمه الله، وقوله مرجوح في هذه المسألة أن الدباغ لا ينفع إلا في الحيوان المأكول استدلالا بهذا الحديث. فنقول فاتتك أبي العباس رحمه الله، وكل إنسان له. فنقول لأنه ليس تعارض، ليس ثمة تعارض بين إيش؟ العام الخاص والعام. فإذا خلاصة الكلام يا أخوان، متى ما رأيت الخاص ذكر بحكم متفق، بحكم متفق، بحكم متفق، تبعوا معي، متى ما رأيت الخاص ذكر إيش؟ بحكم متفق مع، فتعمل بينهما بالقاعدة دي، أن ذكر العام ببعض أفراده تنصيص لا تخصيص. أضرب مثال خامس يوضح المسألة. لا تنكح المشركات، وش حكم العام؟ النهي عن نكاح المشركة ولا لا؟ في دليل آخر يجوز نكاح، طبعا ليس بهذا اللفظ، ولكن حتى أوضح الاتفاق العام والخاص أو اختلافه، يجوز نكاح النصرانية واليهودية المصرية. حكم الخاص يجوز، حكم العام لا يجوز. اتفق ولا اختلف؟ اختلف الخاص والعام، تعمل بينهما بقاعدة العام يبنى على الخاص. ما وضحت؟ أعيدها مرة أخرى؟ طيب أعيدها ولا أضرب مثال آخر؟ على الأول ولا هذا؟ هذا ضربنا أمثلة عليه قبل شوي. طيب خذها. ترك الوضوء مما مست النار، هذا الدليل العام. ما حكمه؟ ترك الوضوء. والخاص توضأوا. هل الخاص يتفق مع العام؟ يختلف. هذاك يقول ترك الوضوء وهذا توضأوا، بأي القاعدتين تعمل؟ التنصيص؟ التخصيص مو بالتنصيص. إذن عندنا قاعدة تخصيص وعندنا قاعدة تنصيص، فنعمل بقاعدة التخصيص إذا ذكر الخاص بحكم الإيش؟ مخالف لحكم العام، أحسنتم. ونعمل بقاعدة التنصيص إذا ذكر الخاص. أبسأل، فهمتم؟ أبسأل طلاب يعني. سيد، متى نعمل بقاعدة التنصيص ومتى نعمل بقاعدة التخصيص؟ إن أجبت وإلا جاءك الترصيص. كيف؟ إيش؟ معلومات بس سلام الله أعلم. جميل جدا. القاعدة الخامسة والثمانية، ما أجمل أصول الفقه والله يا أخي، تجعلك تفهم العلم. تعرف وش أصول الفقه؟ فائدتها أنها تخليك تعرف وش تحس فيه، وتعرف ليش قبلته، وتعرف ليش رديته، وتعرف ليش رجحته. هذا هو العلم، هذا هو الرسل. والنقطة الوسطانية اللي أقول لكم أن الدليل شيء والمدلول شيء والواسطة أهم شيء هو إيش؟ الواسطة. فهم الواسطة، اللي بيفهم العلم يفهم الواسطة. أنت كم وصلنا؟ الآن من خمسة، لأن مقررنا نصل إلى 90. ها الخامسة قاعدة الخامسة والثمانون، الاستثناء إذا تعقب، تعقب جملا، الاستثناء إذا تعقب جملا عاد الجميع إلا بدليل أو قرينة. هذه بلا قومة، هذه بلا قومة برضو. الله يعينك اللي صاحب الكاميرا، أنا يتعبون اللي يصوروني، وهذا اللي خليني ما أطلع جوال سهلة من أجل هذا، وخوفا على نساء أمة محمد. ايش معنى يعني؟ يعني شك زايد ها؟ اللي بده
في النظر. شوفوا يا جماعة، يقول الله عز وجل في أول صدر سورة النور، يقول الله عز وجل في أول صدر سورة النور، اسمع: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فإيش؟ خلينا نشوف العقوبات. فاجلدوهم، احفظوا هذه أول عقوبة. فاجلدوهم كم؟ هذه أول جملة، الجلد 80 جلدة. ثم قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. كم جملة الآن؟ 2. ثالثة: وأولئك هم الفاسقون. كم صار من جملة؟ 3. ثم قال: إلا الذين. إذن هذا استثناء تعقب جملة. قال: إلا الذين، هو استثناء تعقب جملة. إلا الذين تابوا. هل التوبة تسقط الجملة الأولى ولا تسقط الثانية ولا تسقط الأولى؟ إذا تعقب الاستثناء جملا فهو يعود إلى الأخيرة منها ولا يعود إلى الأخيرة واللي قبلها ولا يعود على كل الجمل؟ هذا القاعدة الآن تقول: إذا تعقب الاستثناء جملا فهل يعود على الأخيرة فقط ولا يعود على جميعها؟ هنا خلاف لأهل العلم رحمهم الله. فذهب الأئمة الحنفية رحمهم الله في قواعد الأصول عندهم أن الاستثناء إذا تعقب جملا فإنما يعود إلى الأولى عفوا إلى الأخيرة منها. ولذلك يقولون رحمهم الله إن توبة القاضي تسقط فسقه ولكن تبقى شهادته مرفوعة حتى ولو تاب، لأن الاستثناء إنما يسقط الجملة الأخيرة فقط وهي قوله: وأولئك هم الفاسقون. فالتوبة تسقط الفسق لكن ولا تقبل لهم شهادة أبدا. لا، عند الحنفية لا، القاضي غير مقبول الشهادة مطلقة حتى ولو تاب، لأن الاستثناء إذا تعقب جملة يرجع إلى الأخيرة. الجمهور ايش عندهم؟ يرجع بجد. فإذا توبته تسقط فسقه وتسقط رد شهادته، بل وتسقط الحد عنه إلا إذا ارتفع الحد لإيش؟ إلى الإمام. طيب، يجب إقامته لإقامة حق المخلوق. شفت كيف قواعد الأصول؟ اختيارات العلماء واختلافاتهم ترجع إلى قواعد أصولية عندهم. في اللي ما يعرف القواعد يقول: ليش اختاروا ذولي كذا واختاروا ذولي كذا؟ فمعرفة مآخذ العلماء من فوائد دراسة الأصول. ما فهمتم ذا المثال؟ اتركه، خذ مثال آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع ماذا قال: لا يسم، يعني لا يبع، لا يسم المسلم على سوم أخي. هذه كم جملة الآن؟ واحدة. ولا يخطب على خطبة أخيه إلا بإذنه. الآن الاستثناء تعقب كم جملة؟ جملتين. عند الحنفية يرجع الاستئذان إلى إيش؟ إلى الخطبة، لكن حتى لو استأذن في السوم على سوم فهو آثم حتى ولو أذن، لأن ما يرجع إلا إلى الجملة الأخيرة فقط. لكن عند الجمهور الاستثناء نافع في المسألتين. في سوق من يزيد أجلي أخيرك أو تسمح لي أن أسوم على سومك، فإن أذن لي جاز. وإذا خطب امرأة وكان لي خاطر فيها فأجي أقول: لا زاك الله بناتي هذا كثير، فهذه كفى خلاها كفوا الله سوف أحسنت. إذن الاستئذان عند الجمهور نافع في ماذا؟ في الأمرين جميعا. لما؟ لأنه استثناء تعقب جملا، والاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى الجميع. هذه القاعدة جميلة ولها فروع كثيرة في الكتاب والسنة. فأحيانا يذكر الله عز وجل 4 جمل 5 جمل ثم يجي بعدها يقول إيش؟ إلا الذين. فأنت ترجع قول الجمهور، أرجع الاستثناء إلى إسقاط الجميع. من فعل المستثنى سقط عنه الجميع. وأما إذا كنت حنفيا فلا تسقط إلا الجملة الأخيرة فقط، والله أعلم. إيش الإجماع؟ الاستثناء معيار العموم. هذا قاعدة طيبة أيضا. كم رقم؟ 6. طيب، الاستثناء معيار العموم، معيار العموم. يعني إذا أردت أن تعرف اللفظ، متى ما رأيت استثناء فاعرف أن الجملة اللي قبلها عامة بس. هذا يسمون، تشوفون في القرآن حركات، إذا رأيتها عرفت أن الحكم الإقلاب، وإذا رأيت حركات ثانية عرفت أن الإخفاء شفوي ولا لا، فهي علامات
الأصوليون أعطوك علامة، قالوا متى ما رأيت إلا اعرف أن اللي قبلها عام. مثل أين اللفظ العام في قوله دخل الطلاب إلا خالدا؟ إلا هي اللفظ العام. دخل الطلاب إلا خالدا، ما اللفظ العام؟ هو ما قبل إلا وهو الطلاب. جاء القوم إلا زيد، هؤلاء القوم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الإنسان رأيت، فإذا متى ما رأيت الاستثناء مذكورا في الكتاب والسنة اعرف أن اللي قبله. إذن يقول الاستثناء دليل العموم، يعني معيار العموم، أي العلامة أو السمة التي يعرف بها اللفظ العام. قاعدة السابعة والثمانون تخصيص المنقول بالمنقول جائز عقلا وواقعا شرعا. صحيح، يعني أن القرآن يخصصه القرآن، فيكون اللفظ العام من القرآن والدليل الخاص من القرآن، كقول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات، ولا تنكحوا المشركات، مع قوله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فإذا الدليل العام من القرآن والدليل الخاص من القرآن فهذا منقول خصصه منقول. وأحيانا السنة تخصص السنة، فيكون الدليل العام من السنة والدليل الخاص من السنة أيضا، وأحيانا يخصص أحدهما الآخر، وهو أن يكون الدليل العام من القرآن والمخصص من السنة، كقول الله مثلا عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، هذا عام. لكن فيما سقت السماء والعيون أو كان عبريا للعشر خاص. فإذا العام من القرآن والخاص من السنة، وأحيانا العكس يكون الدليل العام من وين؟ من السنة، والدليل الخاص من القرآن. إذن خلاصتها يجوز تخصيص المنقول بالمنقول، لأن السنة والقرآن توصف بأنها منقول، فيجوز تخصيص القرآن بالقرآن، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص السنة بالقرآن، وتخصيص القرآن بالسنة. أقعد من اللي يعود عيد الحلقة الأربعة بدون ما تخطي؟ بدون ما تخطي؟ نعم. إيش؟ جميل؟ نمثلنا على بعضها. تخصيص السنة بالسنة مثال، والله ما أريد. قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس، يدخل فيها كل الناس، هل هذا باق على عمومي؟ الجواب لا، حتى هذا تخصيص بعيد الغاية، حتى يشهد. إذن الناس الذين شهدوا يخرجون من هذا العموم. فإذا الدليل العام من السنة والدليل الخاص نفسه نفسه من السنة. نعم تفضل. قاعدة الثامنة والثمانون العام بعد تخصيص حجة. صح، فلما أخرجنا لحم الإبل من قوله مما مست النار، بقي لحم الغزال لا يتوضأ منه، بقي لحم الخيل لا يتوضأ منه، بقي لحم الغنم. فإذا العام بعد إخراج الأفراد باقي حجة، العام بعد تخصيص حجة خلافا للمعتزلة. قاعدة التاسعة والثمانون الأصل البقاء المطلق على إطلاقه، ولا يجوز تقييد التقييد إلا بدليل. نعم، ما هو اللفظ المطلق؟ هو اللفظ الذي لم يقيد بشيء. بعير مطلق أي ليس مربوطا بحبال، لكن الحبال هذه قيود حسية، شوف أنت، لكن الألفاظ قيودها معنوية. مثل قول الله عز وجل فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، هل الرقبة هنا مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة، لأنه ما وصفها بشيء، لم يقيدها بشيء. فتحرير رقبة في كفارة إيش؟ في كفارة الظهار، لم يقل رقبة مؤمنة، لكن اسمع في آية النساء في كفارة القتل خطأ، قال فتحرير رقبة مؤمنة. فأين اللفظ المطلق؟ الأول فتحرير رقبة، وأين اللفظ المقيد؟ فتحرير رقبة مؤمنة. فالألفاظ تطلق أحيانا وتقيد أحيانا، في الكتاب والسنة الألفاظ تطلق أحيانا وتقيد أحيانا. لا نكاح إلا بولي وشاهدين، أطلق الولي وأطلق الشاهدين. في رواية أخرى لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل، ولا لا؟
الألفاظ مطلقة وتلفيظ مقيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع. هذا مطلق ولا مقيد؟ مطلق. الرواية الثانية: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع. هذا مطلق ولا مقيد؟ من نعمة الله على الأصولي أن يعرف كيف يتعامل مع كلام الله عز وجل. الآن السؤال: إذا وردت اللفظة مطلقة في مكان ووردت نفس اللفظة في مكان آخر مقيد، فماذا نفعل باللفظ المطلق في مكان والمقيد في مكان؟ لا أصبر أصبر شوي استعجلش. قالوا: أولا نبي منك عملية حسابية خفيفة، عملية أصولية حسابية خفيفة، وهي أنك تنظر إلى حكم الدليل المطلق وحكم الدليل الخاص، عفوا الخاص المقيد، وسبب الدليل المطلق وسبب الدليل المقيد. فإن اتفق المطلق والمقيد في الحكم والسبب فأدخل بعضهما مع بعض، فانزع القيد واجعله عند الإطلاق، فانتهى الإطلاق خلاص. إذن يبنى المطلق على المقيد إذا اتفق في الحكم والسبب. يبنى المطلق على المقيد اتفق في الحكم والسبب. مثال الآن، مثال ماذا ذكر؟ إذا إيش فرغ أحدكم من التشهد فليتعود. ما سبب التشهد؟ ما حكمه؟ مشروعية هذا الفرض. طيب والمقيد؟ إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير ما سبب التشهد وما حكمه؟ مشروعية هذا القول. فإذا اتفق المطلق والمقيد في الحكم والسبب فأدخل بعضها في بعض. خلاص نزل الدليل المطلق على المقيد، خل الصفة تدخل في المطلق، ابني بعضهما على بعض. مثال آخر، قال الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا مطلق، فمن أشرك حبط عمله، هذا مطلق. لكن اسمع إلى قول الله عز وجل: من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبط. وين القيد الآن؟ فيموت. الدليل المطلق ما حكمه؟ حبوط العمل بالردة، هذا حكمه. وسببه؟ سبب حبوط العمل ما هو؟ الردة. فإذا السبب الردة، الحكم الحبوط. طيب المقيد برضو السبب الردة، سبب الردة، الحكم الحبوط. إذا اتفق المطلق والمقيد في الحكم والسبب فيتداخل إذا سألك سأل متى أبني المطلق على المقيد تقول في إيش؟ إذا اتفق. مثال أخير عشان أطلقكم لوجه الله عز وجل، مثال أخير في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. هذا لا قال ولا قال أصلا، لا قال حلو، بس العقب القديم في حديث عائشة في الصحيح: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب. هل وصف الغراب بشيء مقيده ولا مطلق؟ طيب في نفس رواية مسلم الأخرى: والغراب الأبقع. فالغراب ذكر مطلقا ومقيدا، فماذا أفعل بذي الغربان؟ أرغلهن أنا، لا أصبر شوي. ما حكم الدليل المطلق؟ وجوب قتل الغراب، والسبب شدة الإفساد. طيب والغراب الأبقع ما حكمه؟ قتل الغراب، والسبب شدة الإفساد. فماذا أفعل بهذه الحالة؟ أبني المطلق على المقيد، فأجعل الغراب المطلق في حديث عائشة هو الغراب الأبقع، وأجعل التشهد المطلق في حديث أبي هريرة هو التشهد الأخير، وأجعل الردة المذكورة في سورة يونس هي الردة المقصودة في سورة البقرة: من يرتد منكم عن دينه وهو كافر فأولئك حبطت. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.